مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات على ارضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا الثالث وهو شوط المخصص لفئة الجعدان المحليات الأصايل. مسافتنا هي 4 كيلومترات، تحمل منافسات وتحديات اللقاية. يحمل هذه المنافسة ويحمل هذا التحدي المميز. أبدأ مع المركز الأول، مع البداية، مع مقدمة هذا الشوط أجد مطفي محمد بن عبيد بالضبيعة الكتبي يقدم مطفي، ولكن شوفوا القادم بكل قوة، القادم نبهان مع هذا التحدي. علي بن راشد بن حمد بن قدي الكتبي يقدم لنا نبهان بإنجازاته وبسجلاته الحافلة. المركز الثالث الناوي غادم بكل قوة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بالضبيعة الكتبي يقدمه على المركز الثالث بالمتابعة والتضمير. المركز الرابع هنا الوصول والقدوم مع ذرب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وابو محمد عبيد بن محمد بالضبيعة بالمتابعة والتضمير. وأيضا القادم القادم بالتحدي والإثارة شعار محمد بن حمد العويس، أي قادم مع الأسد على المركز الخامس المركز السادس. هنا الوصول مع تحديات عالية لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل الزرعي في المتابعة والتضمير. وفي متابعة هذا الشعار على المركز السادس المركز السابع هناك الوصول مع تحديات وانطلاقات مثيرة. أحمد بن خليفة بن حميتان الفلاسي وأيضا القادم بالتحدي والإثارة، أيضا الوصول مع تحديات وانطلاقات هملول. مهير بن علي بن راشد بالقوم الكتبي أبو علي قادم بتحديات وانطلاقات هملول بهذه اللحظات، وأيضا الوصول مع مليح حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي والاسماء قاتمه، وايضا هملول مصبح بن سيف بن مصبح بن طوق. ولكن عودتنا الى الصداره، الى المركز الاول، الى التحدي الاول، الى الانطلاقات، الى التحديات، الى البدايه، الى نبهان. نبهان نبهان يتقدم، يتقدم مع الصداره، يتقدم مع البدايه الاولى. هنا مع شعار علي بن راشد بن غدير الكتبي متقدما مع تقدمات وتحديات نبهان مع المركز الاول. المركز الثاني يتقدم مطفي محمد بن عبيد بضبيعة الكتبي، غادم مع مطفي غادم بضبيعة ليقدم لنا هذه النوعية. المركز الرابع يصل الناوي هنا يقدم، هنا تعود ملكيته لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بضبيعة الكتبي بالمتابعة. وأيضا الوصول يصل الأسد يقدم محمد بن حمد العويسي وعالي غاتب بإنجازاته لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل الزرعي. ولكن خلونا مع نبهان، خلونا مع نبهان مع المركز الأول، مع البداية، مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط بالإنجازات بالسجلات الحافلة. علي بن راشد بن قدي الكتبي بشعار هجم مرغم مع البداية استفتح هذا الكيلو، راح إلى البداية، راح إلى المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط مع التحدي. المركز الثاني الأسد محمد بن حمد العويسي يقدمه مع المركز الثاني مع بداية الانطلاق مع التحدي المميز. ولكن روح روح ابنا إلى الصدارة، روح ابنا إلى نبهان، إلى نبهان، إلى الإنجازات، إلى السجلات الحافلة مع المركز الأول، مع البداية الأولى. علي بن راشد بن غدي الكتبي هناك صاحب الإنجاز على هنا بهذا التحدي الممتاز قبل أسبوعين على أرضية ميدان الوثبة وعصاته في بطانه، يكرر الإنجاز، يضيف الإنجاز إلى إنجازاته السابقة في هذا اليوم، في هذا التحدي على أرضية
أرضية هذا الميدان، وسلالة عريقة تقدم هذا العرض، تقدم هذا العطاء، تقدم هذا التحدي. علي بن راشد بن حمد بن غدي الاكتبي، وسلام يا مرغم، سلام سلام سلام. أول يشواط الجعدان المحل هنا، المحليات تسجل وتدون باسم نبهان. إذا هذا هو نبهان يتقدم مع البداية مع المركز الأول بلا أوامر ولا تعليمات، وعلي بن راشد بن حمد بن غدي الاكتبي من قدمه مع المركز الأول. ومشكور يا راشد يا بن سعيد يا الزرعي من تابعه بالتضمير بلا أوامر ولا تعليمات، يصل إلى خط النهاية يعلن الفوز والانتصار. المركز الثاني الأسد لمحمد بن حمد العويسي، المركز الثالث عالي سمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي، والمركز الرابع هناك الغدوم في رابع المراكز مع الشاهنية علي بن صدق أو مع شاهين، نعم الاسم الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، ومطفي مع المركز الخامس لمحمد بن عبيد بن ضبيعة. التوقيت 6:20 هو توقيت نبهان من قدمه علي بن راشد بن غدي الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وعلى انتزاع نبهان المركز الأول.